الشكايه كانت سجلات بالنيابه العامه لدى محكمه الاستئناف في طنجه كتعلق باختفاء واحد المواطن مغربي في شهر دو جنبير من السنه الماضيه. فتحت الضابطه القضائيه بحث تمهيدي في القضيه بناء على تعليمات النيابه العامه. هذا البحث تم من خلاله القيام بمجموعه من التحريات، واستمعت الضابطه القضائيه لمجموعه من الاشخاص الذين تبين ان لهم معلومات بخصوص الجريمه، كما قامت بعده انتقالات وحجزت عده معطيات واشياء لها علاقه بالجريمه. وفي الحقيقه بالمناسبه اود ان اشكر المجهودات الجباره والقيمه التي قامت بها الضابطه القضائيه ممثله في المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه، وهي التي هذه المعلومات وهذه التحريات هي التي قادت الى المشتبه فيهما حتى الان، احدهما مواطن مغربي والاخر مواطن مصري. ونحن هذا اليوم بصدد القيام باعاده تشخيص الجريمه بعد اكتشاف كل معالمها، وارتئينا الحضور لعمليه تشخيص هذه في اطار الضمانات القانونيه الممنوحه للمشتبه فيهما. هذه التشخيص تم بالاماكن التي تم فيها الاعتداء اولا بمدينه طنجه، وكذلك بالمرآب الذي وضعت فيه الجثه بعد يعني قتل صاحبها. بعد ذلك انتقلنا الى الحد الغربيه، وكذلك وقفنا على المكان الذي كانت فيه السياره التي ارتكبت التي يعني نقلت بواسطتها جثه الهالك. كذلك انتقلنا الى المكان الذي تم احرقت فيه الجثه من طرف المشتبه فيهما، وكذلك الان نقف على يعني في منطقه وتهدرت المكان الذي تم التخلص فيه من الادوات التي يعني استعملت في ارتكاب الجريمه. مساء هذا اليوم الضابطه القضائيه ستعمل على يعني انجاز كافه يعني المحاضر والامور المتعلقه بالجريمه، وسيتم تقديم المشتبه فيهما هذا اليوم امام النيابه العامه لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما. لها علاقه بالانتقام والسرقه، لها علاقه بالدوافع، لها ارتباط بالانتقام والسرقه، كما من الاشياء التي يعني ظهرت في البحث ان المشتبه فيهما يعني كان يتواجدان بالسجن بمدينه طنجه، واحدهما كان يعني معتقل بناء على شكايه كانت تقدم بها الضحيه. اذا هذه هي تقريبا الدوافع التي كانت وراء ارتكاب هذا الجريمه.